يعني عندما ننظر للإطار التنسيقي لا يوجد هناك رابط أو جامع مشترك للإطار التنسيقي أو لكل التنظيمات الموجودة اليوم في الإطار التنسيقي. لا يوجد جامع أيديولوجي، لا توجد استراتيجية موحدة، يوجد توافق على اعتبار أنها تمثل البيت الشيعي على سبيل الافتراض، لكن في الواقع حتى رئيس الوزراء اليوم وحتى لو كان في حزب الدعوة اليوم هو يقود حزب الفرتين، طيب وهو على خلاف في حين ما غادر حزب الدعوة. نفس الشيء بالنسبة للعبادي، نفس الشيء بالنسبة حتى الحكمة. يعني هناك اختلافات في وجهات النظر بين تيارات راديكالية متطرفة وبين معتدلة وبين يعني، وبالتالي لا يمكن إعطاء حكم عام على الإطار التنسيقي بأن كل الوزراء يخضعون إلى المالكي أو لحزب الدعوة، وكأن الإطار التنسيقي نعم أداة من أدوات المالكي. نعم، إلى تأثير، هذا صحيح، وتأثير السيد المالكي من خلال عدد النواب الـ33 على ما أعتقد في مجلس النواب اللي شكل ثقل مهم، لكن أكيد هناك خلافات في وجهات النظر، هناك تناقضات، هناك إذا جاز التعبير حتى صراعات يعني بين هذه الأطراف، ولاحظنا كيف حتى التيار الصدري اللي كان يشكل كتلة أكبر مهمة في البيت الشيعي يعني في الإطار التنسيقي انسحب وأعلن معارضته الكبيرة الشديدة لتيار الدعوة وللتيارات الراديكالية الموجودة في الإطار التنسيقي، وطالب بتفكيك الميليشيات، السلاح المنفلت، نعم مسألة الفساد المالي وغيرها من التفاصيل المعروفة. إذا هناك تناقضات في الواقع بين هذه الأطراف، لكن بالنهاية هم يحاولون يتفقون أو يتوافقون من أجل تقسيم المكاسب السياسية والمادية فيما بينهم.